في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال: جاءتني أمي وكانت أمها كافرة، لأن أم أسماء غير أم عائشة. أم عائشة رضي الله عن الجميع كانت مسلمة، أم رومان، والبيت الذي أسلم كله، الوالد والأولاد والأحفاد والنساء، هو بيت أبي بكر رضي الله عنه. أسلم أبوه أبو قحافة في يوم الفتح، وجاء شيخا كبيرا لحيته كالثغامة كالسحابة البيضاء، فلما جيء به على كبره ليضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا بالإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو أقررت الشيخ وأتيناه. لكبر سنه، في رواية لما وضع أبو قحافة يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، لوددت أن هذه اليد يد عمك، وأن يقرك الله بإسلامه أفضل من أبي. فأم رومان أسلمت وهي أم عائشة، لكن أم أسباء لم تسلم، كانت مشركة